عندنا ست مؤشرات، وانتوا دائما مؤشراتكم خضراء باذن الله. كل اللي عليكم، كل مؤشر هو عبارة عن فقرة ولعبة. المؤشر الاول اللي هو الذاكرة، نشوف ذاكرتك قوية ولا ذاكرتك حديد ولا ذاكرتك بلاستيك. حيعرض لكم مقطع بسيط من برامج او من مسلسلات، من اشياء انتوا تحبوها في المجد، وحسألكم سؤال عن هذا المقطع واشوف ذاكرتكم قوية ولا ما هي قوية. اللي بعدها معلومات الصورة، حتعرض صورة على الشاشة، صورة نفترض انه جرادة، لا يشرد الناس من هذا، يلا جرادة، اوجد لي او حسألكم عنها ثلاث اسئلة، مثلا كم رجولها، كم عدد رجولها، كم تمتلك عين، من فين تشم، زي كذا. تمام. المؤشر الثالث هو معالم، معالم حسألكم سؤال، حنعرض لكم صورة كذا فيه، تقول لي ايش اسم المعلم وايش اسم المكان، بس وتشوف ايش الحقيبة مخبيها لك. تمام. اما اللي بعد المؤشر اللي هو رتبها صح، اعطيك يا طويل العمر والسلامة سؤال وفيه ثلاث اجابات صحيحة، رتب لي اياها، الاول الثاني الثالث. بس المؤشر الخامس وهو طبق الاصل يا حبيبي، حجيب لك صورة بيت، وحجيب لك مثلا صورة بيت، البيت هذا فيه له مدخنة، البيت هذا ما فيه له مدخنة، قل لي البيت هذا ما فيه له مدخنة وهذا البيت فيه مدخنة، حتكون فيه ثلاث أشياء مختلفة تجيبها لي. طيب المؤشر السادس والأخير أمثال زمان، اللي يحبوا أيام زمان واللي يعني نحب الطيبين والناس الطيبة، حقول لك مثل فيه له كلمة خطأ، جهل، يعني ماني عارف، رتب لي هذه الكلمة أو عدل لي إياها وأمورك. تمام يلا. طيب إذا جاوب المتصل صح، الآن أخذنا المتصل وجاوب إجابة صحيحة، نروح نشوف لوحة المؤشر، محفظة المؤشر. محفظة المؤشر هذه فيها من 1 إلى 30 مرقمة، اختار اللي تبغاه، عبارة عن شنطة تختار اللي تبغاه. تمام. نشوف ورا الشنطة في ثلاث خيارات ممكن تأخذها. الخيار الأول هو مؤشر أخضر، سهمك أخضر، يعني أنت دخلت معنا في السحب. المؤشر الثاني أحمر، يا حبيبي أنت حتى ودعنا ونعتذر منك. أوكي، هذه مؤشرين، مؤشر أخضر ومؤشر أحمر. أخضر حتخش معنا السحب، أحمر ما حتخش معنا السحب على مبلغ مالي. تمام. أما الخيار الثالث وهو الأهم، الهامور حتكون عبارة عن مبلغ 250 ريال على طول تروح لك، ما حتاخذ لا سحب ولا هم يحزنون ولا تخش في الزحمة، على طول هامور تستاهل، انت اللي تتحكم في السوق، تاخذ الهدية على طول. هذا هو مؤشرنا وهذا هو برنامجنا، لطيف ونستمتع، واحنا جيبوا الان جهزوا قهوتكم وجهزوا اموركم الطيبة واجلسوا واستمتعوا، بإذن الله نستمتع معكم جمهور ماسة والحماس عالي أخضر.